أبرز مباريات اليوم، وبالتأكيد خلال هذه الفترة الكل متابع ومهتم جدا باليوم الافتتاحي لكأس فيفا للعرب. النهاردة الساعة 10 ظهرا تونس كانت بتواجه منتخب موريتانيا في أولى مباريات البطولة، وتونس عملت انتصار كبير وساحق على موريتانيا بالفوز بخمسة أهداف مقابل هدف. منذ قليل انتهت مباراة العراق وعمان بالتعادل الإيجابي هدف لكل فريق، والساعة 6:30 من مساء اليوم قطر هتلعب مع البحرين، وفي الختام الإمارات العربية المتحدة هتلعب مع سوريا الساعة 9 من مساء اليوم. كل هذه المواعيد بالتأكيد بتوقيت القاهرة. الدوري الإنجليزي واستكمال باقي مباريات الدوري الإنجليزي، الساعة 9:30 النهاردة نيوكاسل يونايتد هيستضيف نوريتش سيتي، ده الساعة 9:30، والساعة 10:15 ليدز يونايتد يستضيف كريستال بالاس. كل التوفيق إن شاء الله للمنتخبات العربية، ونشوف مباريات قوية خلال الفترة القادمة، وبالطبع الكل بينتظر مباراة مصر ولبنان غدا الساعة 3:00 بتوقيت القاهرة.